صباح الخير. احنا جاهزين ان احنا نبتدي. من فضلكم خدوا، واذا سمحتم تقفلوا الموبايلات. دكتورة هند حنفي رئيسة الجامعة، سادة الزملاء، سادة الضيوف، سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مكتبة الإسكندرية في الاحتفال بتوزيع جوائز هذا العام، الدورة الثانية لجوائز حسن فتحي للعمارة. اسمحوا لي أدي الكلمة للدكتور إسماعيل سراج الدين، كلمة الافتتاح. سيتحدث الدكتور سراج الدين عن الجائزة وفكرة الجائزة وجوائز هذا العام، ثم سيعقبها تسليم الجوائز وتقرير لجنة التحكيم. تفضل دكتور إسماعيل. صباح الخير ومرحبا بكم في مكتبة اسكندرية. الحقيقة يعني قبل ما أكمل كلامي باللغة العربية هقول جملتين تحية لزملائنا والمشاركين معنا باللغة الإنجليزية. Good morning and welcome to the Library of Alexandria. I just wanted to extend these words of greeting and salutations to our non-Arabic speaking colleagues and friends who are here today, and to express a very special and deep thanks to the Aga Khan Trust for Culture, the Aga Khan Award for Architecture, and the Mies van der Rohe Foundation for having been our partners and collaborators in this award. Who's we? It is not the royal we, but it is in fact a joint effort between the Library of Alexandria and the Supreme Council for Culture, the Subcommittee for Architecture, the Committee for Architecture there, that have been really the active partners in promoting the Hassan Fathi Prize, of whom this is the second award. So thank you all for being here, and now I will proceed again with my remarks. مرحبا بكم جميعا في مكتبة اسكندرية لهذه الدورة من جوائز حسن فتحي للعمارة. والجوائز عبارة عن عمل مشترك ما بين لجنة العمارة في المجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية. ويسعدنا أن في هذا العام معنا كمشاركين في هذه الجائزة التي تسري الحوار النقدي المعماري في مصر، وفي نفس الوقت تخلد ذكرى الراحل العظيم المهندس حسن فتحي. شارك معنا مؤسسة ميز فان دير روه، وأيضا مؤسسة جائزة الأغا خان للعمارة. هذا العام اختلف عن العام الماضي. كما تعلمون العام الماضي اخترنا مشروع، شرفت برئاسة لجنة التحكيم. ترتب على كده ان احنا كنا اخترنا مشروع فائز وبعض المشروعات التي رأينا انها تستحق ان احنا نذكرها، وان هذه المشروعات من مجموعة من المشروعات المحددة في جميع انواع العمارة. ولفت النظر في هذه التجربة الاولى ان المهندس حسن فتحي رحمه الله كان متعدد الجوانب، متألق في أوجه كثيرة جدا. وأنا دائما بأذكر، وبصفة خاصة لازم نذكر تاني الجيل الشباب، إن حسن فتحي لما تكلم وسمع صوته لأول مرة على الساحة الدولية كان بيقول كلام ثوري جدا جدا جدا. الكلام ده قد كده دخل في الوعي العالمي والناس قبلته
ان ما حدش قادر يتخيل مكانة حسن فتحي لما وقف قال الكلام ده سنة 1938 في الكونغري انترناسيونال ديز اركيتكت مودرن وغيرهم، ولما تصدى للعمالقة بتاع ذلك العصر زي لكوربوزيه وغيره، قال لهم العمارة للإنسان، للعمارة للإنسان. طب ما طبعا يعني العمارة هتكون لمين يعني؟ للحيوانات يعني ولا لا؟ لا، انما للإنسان. ده كلام ده بيقوله النهارده، انما كان هذا الكلام بيقال في وقت كان الفكر السائد فيه فكر لكوربوزيه اللي يقول لا ميزون اتون ماشين ابيتي، ان احنا هنعمل مكنه. وكان المثل الاعلى الاندستريال ديزاين، وكانت الفكره بعد البايسن هوف زيدلونج في 1921-22 ان هنحل مشاكل الاسكان للبشر بالطرق الصناعيه البري فابريكيشن والتجميع، ونيجي نحط متوسط العائله 2.3 اطفال. حسن فتحي يقول لنا حد منكم عمره شاف 3 اعشار طفل؟ يعني ايه 3 من 10 طفل؟ طب العيله دي دول مش بني ادمين؟ مش ده السكن بتاعهم؟ مفروض انت كمهندس معماري تتعامل معهم. طبعا النهارده الافكار دي بتبان انها بسيطه، انما كانت واقفه ضد التيار، واقفه لشخص الناس همشته واعتبرت انه رومانسي، واعتبرت انه لا علاقه له بالتيارات الحديثه وما الى هذا. حسن فتحي كان من نادى بان احنا لازم نتعلم من التراث، نحافظ على التراث ونتعلم من التراث. دي ايضا بقت فكره مقبوله في كل مكان، بس كان بيتكلم في فتره كان تحطيم القديم وبناء الجديد هو ما يمثل الحداثه. حسن فتحي كان بيقول لنا قبل ما تقولوا ان العماره التقليديه اللي بيعملوها الناس البسطاء دي ما استفدش منها، تعلم منها، لان دول قعدوا مئات السنين يجودوا ويطوروا استعمال المواد دي مع المكان ده مع الهواء ده مع المايكرو كلايمت اللي هو موجود دلوقتي. حسن فتحي طالب باستعمال المواد المحليه، وطالب بالاهتمام بالبيئه، وطالب بالاهتمام بعماره الفقراء ومساكن الفقراء، وطالب بصفه خاصه بالاهتمام بالريف والقرى في فتره ما كانش في اهتمام بهذه الامور في المهنه المعماريه. طالب بالجايدد سيلف هيلب او الدعم للجهود الذاتيه للفقراء في التعامل مع البناء. النهارده كل الافكار دي قد كده مقبوله ان الواحد لما بيتكلم على حسن فتحي الناس تقول لي حسن فتحي الله ده مش هو الراجل بتاع الأبب وبتاع مش عارف ايه. لا، الأبب دي حاجه صغيره جدا في التراث بتاع حسن فتحي. وان حسن فتحي الحقيقه كان استاذ ومعلم بالمفهوم الحقيقي، كان مربي. وكنا احنا كتلامذه لما كنا في كليه الهندسه في اواخر الخمسينات واوائل الستينات بنروح له في البيت عنده في درب اللبانه في جنب القلعه، وناخد الشاي عنده ونتكلم ونسمع كلامه مره عن الموسيقى، مره عن التاريخ، مره عن العماره، مره عن حاجات تانية. وكان ده جزء من التربيه الفنيه والمعماريه بتوع الشباب اللي زيي اللي جات لهم الفرصه انهم يتتلمذوا على ايدي الاستاذ العظيم والمعلم الكبير حسن فتحي. وليست صدفه ان اول جايزه بتاعت AIA اخذها حسن فتحي. وضد مين؟ ضد عمالقه زي ارثر اريكسون وغيره من اللي كانوا مرشحين لهذه الجايزه وقتها. واول جايزه من جوائز الخاصه للاغاخان للعماره راحت لحسن فتحي. فالحقيقه يعني بهذه المعرفه لما قعدنا نفكر السنه دي هنعمل ايه، لقينا انه السنه دي من الصعب علينا ان احنا نحصر الامور في جايزه واحده في مبنى، لان جزء من تخليد ذكرى حسن فتحي
يجب أن يكون نحن نعرف بالتعددية في هذه الشخصية الجبارة وإيه اللي أسهمته هذه الشخصية الجبارة في فترات مختلفة. ولذلك الحقيقة إحنا قررنا السنة دي أن هنعمل 4 جوائز لحسن فتحي. جائزة حسن فتحي للعمارة هتتصدى لأربع أوجه من أوجه اهتمامات حسن فتحي، باعتبار أنه يعني هو شخص الحقيقة كان متعدد الجوانب والمواهب والاهتمامات. فقررنا أنه يمكن الحاجة اللي شهرته في العالم كله اللي هو الكتاب اللي كتبه أصلا في كتيب مع وزارة الثقافة ثم أعيد نشره في اليونيفرسيتي في شيكاغو، الأصل كان اسمه A Tale of Two Villages، وبعدين اتنشر في اليونيفرسيتي في شيكاغو باسم Architecture for the Poor، وعمل دوي عالمي كبير جدا هذا الكتاب. نحن هنتكلم إذن عن الإسكان البسيط، وكان في كلام نسميه housing for the poor ولا low cost housing ولا المهم هو الإسكان غير الفاخر، الإسكان للمعدومين، الإسكان للفقراء بصورة أخرى، وإن يبقى أول جائزة لمشروع بيتصدى لهذا الفكر. تاني حاجة قلنا إن هو أيضا كان من الناس اللي دعوا واهتموا بقضية الحفاظ على التراث، بل أكثر من هذا هو نفسه كان ساكن في بيت من القرن 17 في صالح ولا القرن 17 البيت بتاع ضرب اللبانة ده، فكان ساكن في هذا البيت، وكان اللي بيروح له دايما يقول له شوف الجمال اللي حوالينا وازاي سايبين المباني القديمة دي في حالة تدهور وانهيار ولازم نهتم بيها. فحسن فتحي إذن له دور في دعم حفاظ على التراث. حسن فتحي يمكن اشتهر عالميا بالكتابة بتاعته قبل ما يشتهر بالمباني، زي ما قلت Architecture for the Poor فجر ثورة في كل المدارس المعمارية في العالم قبل ما الناس تبقى شافت الشغل بتاعه في الجورنة أو غيره. فبالتالي قلنا أيضا لازم نفكر في المطبوعات العلمية المعمارية، لأنه جزء من أهداف هذه الجائزة هو تفعيل الحوار المعماري وتنمية الذائقة العامة وتنمية الذائقة النقدية في المجتمع المصري في هذه القضايا المعمارية اللي هتهم كل مواطن، ولكن للأسف مش واخدة حقها. يعني سيف أبو الناجة دايما يقول لي مشكلة المجلس الأعلى للثقافة، دكتور يحيى الزيني برضو يقول الكلام ده، إنهم بيجوا يعتبروا إن بيدوا جايزة للعلوم الاجتماعية وجايزة للآداب وجايزة للفنون، بقى الفنون دي فنون تشكيلية وموسيقى وبتاع. طب والعمارة؟ نروح عند الجماعة بتوع العلوم يقول لك لا أنتم مع الفنون. طب الفنون يقول لك مالناش دعوة بيكم أنتم. فالعمارة الناس لسه ما خدتش بهذا الدور، فده جزء من الأهداف اللي احنا بنعملها. ولذلك بعد المطبوعات الحقيقة في جائزة رابعة هي لشخصيات، شخصيات في مسيرتها المهنية في مسيرة حياتها تألقت، وهذه الشخصيات تألقت وأدت إلى إنها أثبتت يعني القيم اللي احنا بنتمسك بها. فبالتالي السنة دي عندنا مجموعة من الجوائز، وعندنا بالإضافة لمجموعة الجوائز تقرير من لجنة التحكيم. هي لجنة التحكيم لجنة ممتازة جدا، كان معانا سعد الله عبد العزيز، علي جبر، فاروق درخشاني، جورج عربيد، حاتم الطويل، لويس هورتات، ممدوح عبد الكريم، مراد عبد القادر، راسم بدران، سامح العليلي، سمير ربيع، سيف الله ابو النجا، والاستاذ سحى اسكان. الزملاء هم اجتمعوا في يومين 12 و 13 ديسمبر وقايموا المشروعات أو المقترحات تحت الأربع
اتجاهات دهيا اللي هي الإسكان للفقراء، الحفاظ على التراث، النشر المعماري، والأداء المهني أو مشوار الأداء المهني. فيسعدني أن أطلب من اللجنة أن يقدموا تقرير اللجنة الآن. مين اللي هيقرأ تقرير اللجنة؟ دكتور راسم، تفضل دكتور راسم بدران، زميل العزيز والمهندس العظيم دكتور راسم بدران، تفضل دكتور راسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول مرة بأتي كموف كذلك، بس أنا يسعدني أن أكون أنا كمان جزء من عملية التحكيم ثم نتائج التحكيم. تقدم للجائزة هذا العام 24 مشروعا في فروع الإسكان المنخفض التكاليف والحفاظ على التراث المعماري، إضافة إلى 7 متقدمين في جائزة إنجازات المسيرة المهنية، وتنافس 60 مكتبا ودورية وموقع إلكتروني في فرع التأليف المعماري. وضمت لجنة التحكيم ممثلين من مكتبة الإسكندرية ولجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وجائزة ميس فاندروه للعمارة بإسبانيا، وجائزة الآغا خان للعمارة، وجمعية المعماريين المصريين ونقابة المهندسين، ونخبة من أساتذة العمارة بالجامعات المصرية. وقد قررت لجنة التحكيم الجائزة حجب الجائزة الأولى في فرع مشروعات الإسكان المنخفض التكاليف، ومنحت 4 جوائز تقديرية إلى مشروع حدائق زايد للابتكار في الفكرة المعمارية المقدمة، والتي تركز على التدرج الفراغي بين الفراغات الداخلية والخارجية في الإسكان منخفض التكاليف، ومشروع قرية الصيادين بالمكسي، وذلك لإسهامها في تمكين المجتمع المحلي عن طريق الفنون الاحتفالية من المشاركة في تحسين البيئة العمرانية، ومشروع قرى الظهير الصحراوي بسوهاج لاتباعه منهج التخطيط على مراحل، وأخيرا مشروع هرم سيتي تقديرا للجهد الرائد للقطاع الخاص في تطوير مشروعات الإسكان وتحديدا ومنخفض التكاليف. وذهبت الجائزة الأولى في مجال الحفاظ على التراث المعماري إلى دكتور صالح لمعي مصطفى عن مشروع ترميم وكالة بازرعة لاستخدامه المنهجية والمدخل العلمي للتوثيق والترميم، كما تم منح جائزتين تقديريتين إلى عماد فريد ورامز عزمي عن مشروع فندق بابنشال بسيوة للرؤية المستقبلية التي تم اتباعها في الترميم وإعادة استخدام لأنقاض مشالي وتحويلها إلى مشروع ذو استدامة اقتصادية، وعلاء الحبشي عن مشروع ترميم بيت الرزاز للتدخل الحساس والمرهف في عملية الترميم وتحديدها إلى أقل حد ممكن للحفاظ على أثاث المبنى التاريخي. وحصلت مجلة مجاز على الجائزة الأولى في فرع التأليف المعماري لتنوع موضوعاتها وتغطيتها التحليلية الناقدة في مجال التصميم المختلفة، بينما قررت لجنة التحكيم اختيار 3 فائزين بجائزة إنجازات المسيرة المهنية، وهم الأستاذ علي رأفت لإسهاماته في مجال التعليم والإشراف على العديد من الرسائل العلمية وتكريس العقدين السابقين لنشر أفكاره بين الطلبة والمجتمع بصفة عامة، والسيد زكية الشافعي لتفانيها في مجال تصميم مباني الرعاية الصحية ومشاركتها في الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، والسيد صلاح حجاب لإسهامه في زيادة الوعي العمراني والمعماري لدى الجمهور من خلال مقالاته الأسبوعية في الصحف القومية. ومنحت مكتبة الإسكندرية ولجنة العمارة بالمجلس الأعلى جائزة خاصة إلى الدكتور يحيى محمد الزيني تكريما لدوره في دعم مسيرة العمارة والفنون، وشكرا.
بالنسبة لمشروعات الإسكان منخفض التكاليف لذوي الدخول المتوسطة وذوي أدنى الدخول في المدن القائمة أو المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. حجبت الجائزة الأولى، وبالتالي تم منح 4 جوائز تقديرية متساوية. الحقيقة كل الجوائز متساوية، احنا بس هننده على الفائزين، لكن الجوائز كلها متساوية. مشروع حدائق زايد، مهندس رائف فهمي، المالك شركة بدر الاستثمار والأسواق التجارية، مهندس ممدوح بدر الدين. تفضل. مشروع قرية الصيادين بالماكس، مؤسسة جدران للفنون والتنمية. مشروع قرى الظهير الصحراوي في سوهاج، مهندس محمد حمزة أحمد. مشروع هرم سيتي، شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني حمزة وشركاء، مهندس رامي الدهان. مشروعات الحفاظ على التراث المعماري والترميم والتجديد وإعادة الاستخدام إلى آخره بالنسبة لعملية الحفاظ. الجائزة الأولى مشروع ترميم وكالة بازرعة، دكتور صالح لمعي. تم منح جائزتين تقديريتين إلى متساويتين إلى مشروع فندق البنشال سيوة، مهندس عادل عماد فريد والمهندس رامي عزمي، المالك الدكتور منير نعمة الله. مشروع ترميم بيت الرزاز، دكتور علاء الحبش.
جائزة التأليف المعماري والدوريات في مجالات التخطيط والعمارة والتصميم الداخلي. أنا بس عايز دكتور إسماعيل يقول إحنا ليه المرة دي في الدورة دي بحثنا موضوع حكاية الدوريات ومش الكتب، لأنه كان في آراء مختلفة بالنسبة لموضوع الدوريات والكتب. لا، الحقيقة لما جينا على فكرة النشر المعماري وجدنا إن في موضوعيا خلاف ما بين أنواع مختلفة من النشر. في الناس اللي بتقيم الدوريات المعمارية والنشر المعماري في الدوريات، ده نوع معين من الكتابة ومن الأداء. في ناس اللي بتكتب كتب تاريخية، في ناس اللي بتحضر كتب للتعليم، في ناس كل الأهداف دي بتبقى مختلفة الحقيقة. وبالتالي قلنا ان الواحد يعني يحاول يقارن الحاجات دي كلها مع بعضها من الصعب. فقلنا خلينا السنة دي، هو دي مش آخر سنة هنلتقي فيها في مثل هذه اللقاءات، خلينا السنة الأولى نركز على الدوريات ولن نأخذ بعين الاعتبار الكتب، لأن هننظر بس في الدوريات، لأن عامة الثقافة المعمارية العالمية ماشية أكتر أو متأثرة أكتر جدا بالدوريات عنها بالكتب، لأن الدوريات هي اللي بتنشر أعمال المعماريين الحديثة إلى آخره. وكما تعلمون أن مثلا في تقييم اللي بتعمله باون اند فولن وغيرها من المجلات بيعتمدوا على الصفحات اللي بترصد للأعمال المعمارية في تقييم مكانة المعماريين دوليا وغيرها، فالاهتمام بالدوريات. ولذلك جاءت الجائزة الأولى للدوريات فقط، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالكتب، إنما هيعني إن احنا هنفكر في الدورات القادمة إزاي نقدر نسري ونقيم ونكرم من أسهم في كتابة الكتب بأنواعها المختلفة التي تخص العمارة والإسكان. جائزة التأليف المعماري والدوريات في مجالات التخطيط والعمارة والتصميم الداخلي، مجلة مجاز، دكتور عمرو عبد الأول. الجوائز التقديرية للتميز المعماري بالتساوي وليس بأولويات، إنما بالتساوي، كانت ثلاث جوائز. الأستاذ الدكتور علي رأفت، جائزة التميز في مجال التعليم والنشر المعماري. الأستاذة الدكتورة زكية شافعي، جائزة التميز في مجال العمارة العلاجية والنشاط الأكاديمي الدولي. دكتورة زكية أول خريجة من قسم العمارة كلية الهندسة جامعة اسكندرية. المهندس الاستشاري صلاح الدين حجاب، جائزة التميز في مجال النشر، نشر الوعي والثقافة العمرانية.
خليك بقى عشان يحرز. بنلفت نظر ان الدكتور محمد عوض رغم انه حائز على جوائز معماريه من قبل في تصميمه للمنصه هنا ما نظرش في الابعاد المناسبه والدرابزينات بما يتواجب انه يوجد. فمعلش هنتكلم على خامسا، ودي تمنح مكتبة الإسكندرية ولجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة جائزة خاصة إلى الأستاذ الدكتور يحيى زيني تكريما لدوره في دعم مسيرة العمارة والفنون. لو ممكن ان السادة اعضاء لجنة التحكيم هنديهم ميدالية تذكارية عن المشاركة في هذا العمل، لان انا عارف انه دائما الصعوبة اللي تمت بها الاختيارات ما بين مداخلات ممتازة. Members of the jury, may I please ask you to come here, we would like to give a little reminder of our appreciation of the work of the jury. Please come forward. Ladies and gentlemen, now will be the time when we come to a close here and we actually go and see some of the winning projects in the exhibition downstairs. سيدات والسادة، دلوقتي يعني جاء الوقت ان احنا فعلا ننتقل الى المعرض، معرض الاعمال اللي هي تمثل جزء صغير من الجهد اللي حاولنا نكرمه النهارده. فأدعوكم جميعا إلى أن احنا ننزل إلى الدور الأسفل عشان نشوف المعرض، نفتتح المعرض، وأنه ندي تحية جماعية للفائزين وللتخليد ذكرى حسن فتحي.